يقول السائل: رجل مخرج من الجامعة ويريد أن يتوظف، فأعطى رجلا مالا ليحصل على الوظيفة، هل هذا يعتبر رشوة؟ إن كان هذا الذي أعطاه مسؤول، إن كان إنه مسؤول فهي رشوة، أما إن كان إنه ما هو مسؤول ولا موظف وإنما يقول له أنا بسعى لك، هذه شفاعة، والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليها، هذه شفاعة، والشفاعة عمل خير ولا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة. نعم، فعلى كل حال هذا ما يجوز، إما أنه رشوة وإما أنه أخذ أجرة على الشفاعة، ولا يجوز هذا. نعم. يقول السائل: أجمع مالا للزواج، فهل فيه زكاة؟ نعم، إذا اجتمع عندك نقود وبلغت النصاب وحال عليها الحول، تمت سنة، تجب فيها الزكاة. نعم، ولو كنت تريدها للزواج. نعم.